مرحبا، اليوم جبتكم للرياض حتى نشهد سوا على افتتاح فعاليات مرسول بارك. هذا المشروع هو أحدث مشاريع شركة الوسائل السعودية الفائزة بمناقصة مشروع أستاذ جامعة الملك سعود الرياضي. اليوم الافتتاح أقيم في مقر الأستاذ بحضور مسؤولي ومنسوبي نادي النصر وبقية الشركاء الاستراتيجيين. اليوم التحدي زاد خصوصاً أن الفرص ستكون أكبر في الفترة المقبلة، وهذا تحدي لنا ننجح في هذا المكان. وعشان تنجح لازم تتعامل مع يعني وين ما انتهى الآخرين، وطبعاً لما أنت تعمل وتستهدف في ملعب زي هذا يهمك أنك تستهدف الجمهور الرياضي، ويهمك تستهدف كمان فعاليات غير رياضية كفعاليات اجتماعية، فعاليات ثقافية وترفيهية مثل أي ملعب في ملاعب العالم. مرسول بارك هو ساحة النصر الجديدة، النصر حيكون يلعب في مرسول بارك وهو حيكون اسم الجديد لهذا الملعب. لمسنا من هوية التاريخ وحياً نابضاً، ورسمنا من التفاصيل محور الحياة وأيقونة الشعور، نروي لذة الانتصار ومتعة اللحظة. من التاريخ نبني مستقبلاً جديداً ينبض شغفاً بقلب الجيل الطموح كي يشرق من عنان المملكة للعالم. نبض جديد لجيل جديد. متفائلين جداً بهالشراكة وسعيدين بها، وهي شراكة تذكر في التاريخ لأول ملعب يتم تسميته على شركة محلية، شركة نمت من هالبلد، شركة أسسها مؤسسين تخرجوا من هالجامعة المعطاء. ونعدكم أن نعمل سوياً إن شاء الله أن نقدم لكم أكبر قدر من المتعة. اللافت أن الشركة اعتمدت على ثلاث ركائز أساسية لتطوير مرسول بارك: المكان، الجمهور، والأعمال، وذلك لاستهداف خيارات ترفيهية متعددة تناسب كل أذواق الجمهور الرياضي، على أن يكون مرسول بارك هو الخيار الأول لها على مدار العام لقضاء أجمل الأوقات. للترفيه مساحة مميزة في المشروع الجديد من حيث المطاعم وأماكن الراحة والمقاهي ذات الطابع المختلف، إضافة إلى تطبيق طرق اتباع الرعاية الصحية والسلامة والاتصال الذكي. كما راح تضاف 4 صالات جديدة وغرف كبار الشخصيات وصالة بزاوية 360 درجة، حيث يمكن للجمهور مشاهدة اللاعبين أثناء سيرهم في المنطقة المختلطة والدخول إلى النفق إلى أرض الملعب. ما أحس به هو أن السعوديين يمرون بلحظة هامة في تاريخهم، ويودون أن يشعرون بالفخر أن نكون هنا جزءا من المجتمع السعودي، أن نكون جزءا من شيء أكبر. الكثير منا دائما عنده قلق فيما يتعلق بحجز التذاكر واختيار المقاعد وإلغاء الحجوزات، لكن هالموضوع اليوم صار له حل مع منصة وتطبيق إلكتروني خاصين بإصدار التذاكر عبر نظام رقمي شامل، وهذا راح يمنح الجمهور تجربة سهلة ومرنة وسريعة بالاعتماد على توظيف الذكاء الاصطناعي اللي يمكن الجمهور من الحصول على التذاكر دون الحاجة للذهاب إلى الملعب أو مراكز البيع. نسعد وإياكم جميعاً بأن نعلن هذه اللحظة التاريخية في نادي النصر، وهي إعلان الملعب الرسمي لنادي النصر العظيم. طموحاتنا أن يكون المكان هذا يليق بالمشجع النصراوي، إني أجي أنا والأسرة، الأب والأم والطفل والطفلة والفتاة والشاب يجون هنا يستحقون تجربة رائعة تليق بنادي النصر ومشجعين نادي النصر. هذا الملعب بإذن الله سيكون ملعب عظيم، أتمنى إن شاء الله أن يكون معقل من معاقل انتصارات العالمي، وأن يكون مكان فرحة لكل عاشق من عشاق الأصفر. هذا المكان سيكون معلم سياحي وواجهة
من واجهات الاستثمار الموجودة في البلد. انبذوا التعصب واستمتعوا في ساحة المصر. لمحبي التفاصيل الرياضية، يشهد الملعب نقلة نوعية وفق معايير عالمية، استعداداً لاستضافة مباريات نادي النصر، والأكيد إنكم راح تعيشوا تجربة ومفهوم جديد للمباريات الترفيهية والرياضية. هذه كانت جولتنا اليوم على أحدث الملاعب على أراضي المملكة، ولا تنسوا إنكم لو جيتوا الرياض تزوروا ملعب مرسول بارك وتتمتعوا بالمزايا الرياضية والترفيهية المنوعة.